بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قول الإمام وأخرج ابن ماجة والحاكم عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الدنيا حتى تقاتلوا بني الأصفر أصفر، لا تذهب الدنيا حتى تقاتلوا بني الأصفر، يخرج إليهم روقة المؤمنين أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله، ولا تأخذهم في الله لومة لائم حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير فينهدم حصنها فيصيبون نيلا عظيما لم يصيبوا مثله قط، حتى إنهم يقتسمون بالترس، ثم يصرخ صارخ: يا أهل الإسلام قد خرج الدجال في بلادكم وذراريكم. فينفض الناس عن المال، منهم الآخذ ومنهم التارك، فالآخذ نادم والتارك نادم. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب حضور الملحمة، وحضور الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب معاذ على منكب عمر بن الخطاب وقال: والله إن ذلك لحق كما أنك جالس. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسن وابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه عن ذي مخرم ابن أخي النجاشي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحكم الروم صلحا آمنا حتى تغزون أنتم وهم عدوا، حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيتداولونها بينهم، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد، فيدقه وتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلون، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تعالى تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك حد العرب حرب، كفيناك حد العرب، فيغدرون فيجمعون للملحمة، فيأتونكم
تحت 80 غاية، تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وأخرج الإمام أحمد والبخاري في تاريخه، والبزار وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه، عن عبد الله بن بشر الغنوي: حدثني أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصحح عن أبي قبيل قال: تذاكرنا فتح القسطنطينية والرومية أيهما تفتح أولا، فدعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بصندوق ففتح، فأخرج منه كتابا فقال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، فقيل: أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يريد القسطنطينية. وأخرج الحاكم وصححه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وأقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا، فطعن بالعصا في القنو، وأقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطع بالعصا في القنو وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، أما والله يا أهل المدينة لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما العوافي؟ قالوا: لا. قال: الطير والسباع. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لتتركن المدينة على خير ما كانت تأكلها الطير والسباع. وأخرج الحاكم وصححه عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وصعدت معه، فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال لها قولا، ثم قال: ويل أمك، أو ويح أمها، قرية يدعها أهلها أين عما تكون، يأكلها عافية الطير والسباع، ولا يدخلها الدجال إن شاء الله. كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك مسلط يمنعه عنها. وأخرج الحاكم وصحح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدجال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تحشر الذر والنمل. وأخرج أبو يعلى والروياني وابن قانع والحاكم وصحح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ريحا يبعثها على رأس 100 سنة تقبض روح كل مؤمن. وأخرج الإمام أحمد والطبراني
والحاكم وصححه عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها روح كل مؤمن. وأخرج الإمام مسلم والحاكم وصحها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. وأخرج مسلم والحاكم وصحح عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ويبعث الله تعالى ريحا طيبة فتتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وأخرج مسلم والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين على العدو، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أجل، ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وأخرج الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث الله تعالى ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا قبضته، ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية، ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يتناكحون في الطرق، فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الأرض فأقام الساعة. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون الذي أنجو. وأخرج الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه لا يذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. وأخرج الحاكم وصحها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخرج معادن مختلفة، معدن منها قريب من الحجارة، وهو المسمى اليوم بالرخام، يأتيه شرار الناس يقال له فرعون، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب فأعجبهم معتمله إذ خسف به وبهم. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصحها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي خصف وقذف ومسخ. وأخرج الإمام أحمد والبغوي وابن قانع والطبراني وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والحاكم وصحح عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب فيقال من بقي من بني فلان. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليخسفن بالدار إلى جنب الدار وبالدار إلى جنب الدار حيث تكون المظالم. وأخرج ابن سعد عن أبي عاصم الغطفاني قال: كان حذيفة لا يزال يحدث الحديث يستفضعونه، فقيل له: يوشك أن تحدثنا أنه سيكون فينا مسخ؟ قال: نعم، ليكونن فيكم مسخ قردة وخنازير. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن فرقد السبخي قال: قرأت في التوراة التي جاء بها جبريل إلى موسى عليه السلام: ليكونن مسخ وقذف وخسف في أمة محمد في أهل القبلة. قيل: يا أبا يعقوب، ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير والذهب، ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة فاستيقن واستعد واحذر. قيل: ما هي؟ قال: تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ورغبت العرب في آنية العجم فعند ذلك. ثم قال: والله ليقذفن رجال من السماء بالحجارة يشدخون بها في طرقهم وقبائلهم كما فعل بقوم لوط، وليمسخن آخرون قردة وخنازير كما فعل ببني إسرائيل، وليخسفن بقوم كما خسف بقارون. وأخرج ابن أبي الدنيا عن سالم بن أبي الجعد قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل منهم ينتظرون أن يخرج إليهم، فيطلبون إليه الحاجة فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الزاهرية قال: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما، فلا يمنع بالذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن غنم قال: يوشك أن تقعد أمتان على ثقال رحن أو على ثفال رحن فتطحنان فتمسخ إحداهما والأخرى تنظر. وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن غنم قال: سيكون حيان متجاوران فيشق بينهما نهر فيسقيان منه، قبسهم واحد يقتبس بعضهم من بعض، فيصحبان يوما من الأيام
قد خسف بأحدهما والآخر حي. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار رحمه الله قال: بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلما، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: لتعملن عمل بني إسرائيل، فلا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. فقال رجل: يكون منا قردة وخنازير. قال: وما يبرئك من ذلك؟ لا أم لك. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا أتاكم زمان يخرج أحدكم من حجلته إلى حشه، من حجلته إلى حشه، فيرجع وقد مسخ قردا؟ وأخرج ابن أبي شيبة والإمام البخاري وابن مردوية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أول أشراط الساعة؟ قال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني والحاكم وصحح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، تسوقهم سوق الجمل الكثير. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد والترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الشام. قوله تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يقول: إذا جاءت الساعة، إذا جاءت الساعة أنى لهم الذكرى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، قال: إذا جاءتهم الساعة فأنى لهم أن يذكروا ويتوبوا ويعملوا. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أخرج الطبراني وابن مردوية والديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار، ثم قرأ: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأخرج أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، والاستغفار فأكثروا منها، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله
والاستغفار، فما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. وأخرج الإمام أحمد والنسائي والطبراني والحاكم والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن مردوية والبيهقي والإمام البيهقي في الأسماء والصفات، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة، وفي لفظ إلا غفر الله له. وأخرج الإمام أحمد والبزار وابن مردوية والإمام البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن مردوية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله ودعاء الوالد. وأخرج ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اعلم أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام البيهقي في الأسماء والصفات عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلن تطعمه النار. وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن سهيل بن البيضاء قال رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رديفه، فقال: يا سهيل بن البيضاء، ورفع صوته، فاجتمع الناس فقال: إنه من شهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار وأوجب له الجنة. وأخرج الإمام البيهقي في الأسماء والصفات عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما قال: رأى عمر طلحة حزينا فقال له: ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا نفس الله عنه كربته وأشرق لونه ورأى ما يسره، وما منعني أسأله عنها إلا القدرة عليه حتى مات. فقال عمر: إني لأعلمها. قال: فما هي؟ قال: لا نعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه: لا إله إلا الله. قال: فهي والله هي،
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.